إسلام أفرو يطلق أغنيته الجديدة، وطلق حسن وزينب يشعلان السوشيال ميديا. مفاجأة نورمال في شهر رمضان ولنا حزينة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أطلق اليوم اليوتيوبر إسلام أفرو أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان كشة. ستارز قامت اليوم بنشر مجموعة من الاستوريات مع أمها وصديقها كريم، والاستوريات كانت جدا عفوية. أول كاستمر لهوم سنتر كريم. كريم جدا تشتري؟ والله في أشياء جنن صراحة. والله؟ حلوة. أول مرة أفتح الأبليكيشن بس صراحة حبيت. شفتوا هوم سنتر؟ شفتوا؟ قاعد يدور. والله جايز راح أخذ فلوس الإعلان وأصرفهم بالموقع. أول شيء أمي فتحت الموقع واختارت مليون شغلة. Oh my god. واني صراحة عجبتني مليون شغلة بالموقع، يعني هاي غير الإعلان الستوري. جدي جن. لا لا هيك كثير 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 أمي. لا شنو عاجبك؟ كل شيء. علمها كيف تطلب. علمها كيف تطلب. علمها. شوف فاتحين الموقع، والله الأسعار تجنن. تخيل شوفوا. يعني 9 ورق. أشعل الثنائي حسن وزينب مواقع السوشيال ميديا اليوم بخبر انفصالهما، وقاموا بتوثيق هذا الخبر بفيديو على اليوتيوب يؤكدون طلاقهم، لكن أغلب المتابعين قاموا بالتعليق على هذا الفيديو تحديدا بأنها مجرد دراما، وبعد يومين سيعلنان عن عودتهما إلى السوشيال ميديا. فما رأيكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟ أعلن نورمال أنه يجهز لمفاجأة سيعلن عنها في شهر رمضان. توقعاتكم؟ على ما أعتقد بكرة في فيديو يوتيوب اللي هو ردت فعل رفقاتي كلاتهم. يا أخي شوف الراجع بقوة. تمام. ليش؟ ليش؟ لأنه في رمضان شيء عم بجهز لصلي شباب. لا لا تخبرهم زي ما خلاص خلاص بكرة إن شاء الله في فيديو يوتيوب على اليوتيوب. صدقوني والله عظيم في شيء جاي جدا خطير، صح ولا لا صقر؟ والله قوي. بس بدي دعواتكم وفيديو بكره على اساس كنت ما راح انشره، راح اجره غير نهار، بس بما انه هذا الشيء جاي قوي كثير برمضان فبدي انشره. هذا قالك تنشره غصبا عنك قبل رمضان فبكره. نشرت لانا محمد ستوري اعلنت من خلاله انها حزينه، وعلقت على الستوري قولوا لي شيء عدل نفسيتي.